معي النائب الدكتور نجات صليبة. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. صباح جورج. دكتور، بضوء يعني اجتماع الأمس، هل يمكن القول أنه نواب التغيير 13 اتفقوا بشكل نهائي على إكمال المسيرة منذ بدايتها معا ويد واحدة؟ أكيد أكيد، نحن ولا شك ولا مرة كان في شك أنه ما راح نكمل سوا، بس مبارح كان تتويج لهذا العمل واتفاق كامل على كيف بدنا نمشي من هلا وطالع بأي آلية. يعني كان في هيك شوية اختلاط بالنظر بالنسبة للآلية اللي بدنا نمشي فيها، بس مبارح كل شيء كان على ما يرام، وبفتكر من هلا وطالع رح تشوفوا بيانات مشتركة، شغل مشترك أكثر من الأول، مع إنه بالأول ما كان إنه كل واحد عم يشتغل لحاله. إن شاء الله منكون على مندل على فئة المواطنين اللي حطوها فينا. ثلاث نقاط دكتور نجات صليبة حسب يعني اجتماعكم أو الخلوة أمس. النقطة الأولى، يبدو ستتقدمون بمبادرة بموضوع انتخاب رئاسة الجمهورية، هل هذه المبادرة تتناول برنامج خطوط أو أيضا تسميات؟ بالأول رح تكون خطوط وبرنامج، برنامج وكيفية وشو هي المعايير والمقاييس اللي نحن نعتبر انه رئيس الجمهورية المقبل مفروض تكون عنده. هيدي على اول مرحلة. وثاني مرحلة اكيد رح يكون في اسماء من عنا منشان نفرج المجتمع اللبناني والمجتمع الدولي كيف لازم يكون، ونتقدم باسم نحن ندعمه ونكون خلفه، لانه منكون درسنا الموضوع من كل النواحي واغرنا انه من بعد اكيد ما نكون شاورنا كلنا سوا شو هن شو هو الاسم المناسب لهيدي الحقبة او لهي المرحلة الدستورية المهمة اللي ناقصنا. بالملف المالي الاقتصادي، هل رح تفوتوا بالتفاصيل؟ مثلا اليوم الحديث هو عن دولار الجمركي. اي نعم، نحن رح نكون في عنا خلوات، مش خلوات بس اجتماعات متتالية، عم نحكي مع اخصائيين وعم نبحث الموضوع كلنا سوا، ورح يكون لكل موضوع ولكل مرحلة رح يكون لنا خطاب مشترك نحكي مع بعض ونحكي مع العالم اللي انتخبونا. الانفتاح على القوى الأخرى ممكن؟ أكيد ممكن، كل شيء بيساعد قيام دولة تحمينا وبتمثلنا أكيد ممكن مع الكل بدون استثناء. سؤالي الأخير النائبة الدكتورة نجات صليبة، في وكأنه استهداف لنواب قوى التغيير من خلال الغمز أنه من قناة المجلس الدستوري اللي قد يصيب بعض زملائك. نحن رح نكون في معنا محامين، يعني النائب منهم خلاص موجود معنا دايما بالاستشارات القانونية، هو كثير بيساعد، وكل واحد من النواب عنده المحامي الخاص اللي عم بيتابع الموضوع. نحن أكيد أكيد رح نكون تحت القانون مش فوق القانون بأي طريقة، بس رح كمان نحارب بالطريقة القانونية لنحامي عن النواب اللي طلعوا بحق وجدارة ومن صوت الناس. هل فينا نقول بالنهاية أنه خسرتي الجامعة الأمريكية أو خسرتك الجامعة الأمريكية، لأنه نظام الجامعة يفصل بين العمل الآخر والعمل ضمن الجامعة؟ أنا بفتكر ربحت ثقة الناس، وهيدا شرف كبير ووسام بحطه على صدري وين ما رحت، هيدا الأهم، وإن شاء الله أقدر كون انجح قد ما نجحت بالجامعة الأمريكية. بدي أشكرك أنا النائب دكتورة نجات صليبة.